محطة طاقة الرياح بنوع جديد من تخزين الطاقة باستخدام قوة أرخميدس ونيوتن. مشروع فودا هو نوع جديد من تخزين الطاقة باستخدام قوة أرخميدس ونيوتن، ويتعلق الحل التقني بمجال الطاقة وخاصة بمحطات الطاقة الكهرومائية. تقع محطات توليد الطاقة الكهرومائية فودا داخل إطار المباني. دعونا نفكر في مبدأ التشغيل وكذلك ما يتكون منه التثبيت. الحل هو عبارة عن جسم أسطواني مملوء بالماء يوضع فيه مكوك على شكل حرف تي مع ترب مثبت عليه. تم تجهيز المكوك تي بوسائل لإعطائه طفوا إيجابيا أو سلبيا في شكل تجاويف مملوءة بالتناوب بالهواء أو الماء. عندما تكون المنصة في الجزء السفلي من الجسم، نقوم بضخ الهواء باستخدام ضاغط. عندما تتراكم كمية كافية من الهواء، تكتسب المنصة طفوا إيجابيا، وتحت تأثير قوة أرخميدس تبدأ في التحرك إلى الأعلى. يتحرك السائل الذي نزحته المنصة عبر النافذة ثم على طول القناة من الجزء العلوي من الجسم إلى الجزء السفلي، مما يؤدي إلى تدوير شفرات التوربين، مما يجعل المولد يولد الكهرباء. عندما تصل المنصة إلى الوضع العلوي، تفتح صمامات تحرير الهواء. يمر الهواء المنبعث إلى الغلاف الجوي عبر توربينات إضافية، وبذلك نعيد جزءا من الطاقة التي بذلت في ضخ الهواء إلى الجزء السفلي من الجسم، وهو ما يسمى بالتعافي. عندما يصل الجسم إلى الطفو السلبي، فإنه يقوم أيضا بعمل، وبالتالي يتكون العمل من أربعة أفعال. الضغط يعمل، الاستهلاك، المركبة الفضائية تتحرك في الماء، قوة أرخميدس، الدخل. ثالثاً، يقوم المكوك الفضائي بتفريغ الهواء في الغلاف الجوي، الاسترداد، الدخل. رابعاً، يهبط المكوك على شكل حرف تي، قوة نيوتن، الدخل، الدورة المرصودة للآلية متكررة. مشروع ويتر، يتحكم النظام في تدفق الرياح ويحول طاقتها الحركية إلى طاقة كهربائية. دعونا نلقي نظرة على العناصر الأساسية والضرورية لمبنى توليد الطاقة. إطار واحد لكل ثلاثة طوابق، عكسات هوائية ديناميكية، الدوارات، المولدات، الوصول الثابت. الواحد، التيارات الهوائية. اثنان، المحور الثابت. ثلاثة، الدوارات. أربعة، العاكسات الديناميكية الهوائية. خمسة، المبنى. ستة، إطار واحد لكل ثلاثة طوابق. السابع، المولدات. دعونا نقوم بتجميع المبنى خطوة بخطوة. يتم توليد دوران توربينات الرياح الرأسية من خلال تدفق الهواء، الريح. تعمل العاكسات الديناميكية الهوائية على منع التأثير السلبي للتدفق على دوران توربينات الرياح وتزيل تأثير الضوضاء. تعمل العاكسات الديناميكية الهوائية على تحسين وتوجيه تدفقات الهواء والرياح بشكل مماسي لدائرة الدوران، مما يزيد من كفاءة توربينات الرياح، وهو ما يسمى بتأثير الرفع. والعمل مستقل عن اتجاه تدفق الهواء، يتم إنشاء تركيز تدفق الهواء من خلال الهياكل الإنسيابية ذات الشكل الزهري التي تصطف على جانبي المباني، مما يمنح التركيب بأكمله شكلاً معمارياً متجانساً. واجهة إعلامية.